وقلنا بنسميها انفيروتشيك ليجمنت، وقلنا في عندي هيومرال هيد للدي دي اف تي والالنر هيد اهي بتاعت الدي دي اف تي، واخر حاجه كانت اللي هي التندينيوس هيد اللي جايه من على الراديال هيد اللي هي جايه من على عظمه الايه الريديوس. يبقى دول الاربعه هيد بتوع الديب ديجيتال فليكسور تندون. وشفنا كمان السسبنسوري ليجامنت، وقلنا ان هو بيتفتح لفرعين هنا في المنطقه دي اللي هم يمشوا على الاب اكسيال سيرفيس بتاع السيسامويد بونز البروكسيمال سيسامويدز ويكملوا ك اكستنسور برانشز اوف سسبنسوري ليجامنت. كده دي العضلات اللي هي كانت قدامنا على ناحيه الميديال اسبكت. لو عملنا مراجعه برضو سريعه لللاترال، زي ما اتفقنا هنا الترابيزيوس بالجزئين بتوع سيرفيسز وثوراسيس والرومبودياس سيرفيسز والسيريتس فنترالي سيرفيسز، وقلنا ما زلنا دي عباره عن سكابلر كارتليج، وهنا دي اللاتسمس دورسي، لاتسمس دورسي العضله الكبيره دي اللي جايه من الصدر، وقلنا هنا البريكيوسيفاليكس ماسل ودي عباره عن السبكليفيوس، والسوبرا سباينيتس موجوده هنا في المنطقه دي كلها، وبعدين قلنا الدلتويدس ماسل والابنورس بتاع الدلتويدس تحتيه عضله الانفراسباينيتس ماسل. الدلتويدس الابنورس بتاعها تحتيه عضله الانفراسباينيتس ماسل، انما كل دي هي عباره عن الدلتويدس ماسل. وقلنا الدلتويدس تحتها بيبقى فيه هنا عندي عضله الايه التيرز ماينور ماسل، وكل الكبيره قوي دي عباره عن اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي، وعلى الكودال بوردر بتاعها بلاقي اللونج بارت بتاع تنسور فاشي انت براكياي او بنسميه الكودال بارت، ده اللي احنا شفناه من الناحيه الثانيه. فاكرين لما كنا بنقول عامله زي المغرفه لها دراع كده كبير، ده الكودال بارت او اللونج بارت او البارز لونجا، ولها ترانسفيرس بارت، ودي عباره عن اللاترال هيد اوف ترايسبس براكياي. وقلنا تحت اللاترال هيد هنلاقي فيه الراديال نيرف، ويبقى معاه ماشي الكولاترال راديال ارتري. واللاترال هيد اوف ترايسبس براكيا لو احنا قربنا كده من ناحيه الالبو جوينت هنا هنلاقي فيه معاها عضله ثانيه اللي هي بانت قدامنا دي، هي عضله الانكونيوس ماسل. العضله دي بنسميها عضله الايه الانكونيوس ماسل، وبرضه عامله انسيرشن في الاولوكرانيوم تبروست. بعد كده قلنا العضلات بتاعت الارم، اتفقنا ان في عندي البايسبس براكياي، واتفقنا ان في عندي البراكياليز موجوده، وشفنا احنا اللاسيرتس فايبروزس اللي هو عباره عن التندينيوس باند اللي جاي من البايسبس براكياي وبتنتهي في الاكستنسور كاربيرا ديالس. دي الاكستنسور كاربيرا ديالس والاكستنسور كاربي اوبليكس والكومن ديجيتال اكستنسور اللي احنا قلنا عليها، واللاترال ديجيتال اكستنسور اللي هي الرفيعه شويه دي، وقلنا ان الاثنين تندون بتوع الكومن ديجيتال اكستنسور واللاترال ديجيتال اكستنسور بيلحموا مع بعض هنا تحت منطقه الايه الكاربس، ويكملوا ككومن ديجيتال اكستنسور تندون اللي قلنا بيروح ينتهي في الاكستنسور بروسيس بتاع الايه بتاع بي 3 او الثيرد فالنكس. هنا اخر عضله عندنا اللي هي عضله الالناريز لاتراليس، وقلنا دي مورفولوجيكالي اكستنسور فيسيولوجيكالي فليكسور. يعني ايه؟ يعني مورفولوجيكالي كشكليا هي قاعده مع الاكستنسورز موجوده على اللاترال اسبكت كرينيو لاترال ماسل، و فيسيولوجيكالي من ناحيه الفسيولوجي فالفسيولوجيكال اكشن بتاعها هي فليكسور للايه للكاربس، لما بتنقبض بتعمل فليكشن للكاربس. وبيكمل هنا طبعا عندي الايه التندونز اللي احنا شفناهم الاس دي اف تي السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون والدي دي اف تي اللي هو الديب ديجيتال فليكسور تندون، وهنا واضح قوي اللي هو اخر حاجه السسبنسور ليجمنت اللي احنا قلنا بيبقى موجود في منطقه الايه الانتر المسافه اللي هي الميتاكاربال جروف، ده بيبقى فيه هنا عضله الانتر اوسيوس ميدياس ماسل او بنسميها السسبنسور ليجمنت عشان تيجي تعمل لي الايه الاكستنسور برانشز وتبقى ضمن الاستي ابراتس اللي هو بيمنع الفيت لوك ان هي يحصل لها اوفر اكستنشن اثناء ما الحيوان بيحمل عليها. دي كده مراجعه بسيطه للايه وسريعه. طبعا دي عضله البريكوسيفاليكس ايه ماسل اللي احنا قلنا بتبقى مغطيه لي هنا و الشولدر جون، وواضح برضو قدامنا تاني اهو دي الكرينيال سوبرفيشال بيكتورال او الديسندنج بيكتورال اللي احنا قلنا الكوره او نصف الكوره اللي بيبقى باين في صدر الحصان، دي عباره عن الديسندنج بيكتورال او السوبرفيشال كرينيال سوبرفيشال بيكتورال. وبقى في هنا عندي السيفاليك فين، ساعات الحيوان بيبقى ماشي كده مثلا بيجري ولا حاجه ويقابله سور او سلك شائك او حاجه ممكن يجرح السيفاليك فين اللي موجود في المنطقه دي. كده يبقى احنا خدنا فكرة عن العضلات والأعصاب والشرايين اللي موجودة في القائمة الأمامية، وإن شاء الله نبدأ في القائمة الخلفية نشوف الايه السكيلتون والهيكل العظمي بتاعها والعضلات والستي أباراتس والأعصاب وهكذا. شكرا.
النهارده ان شاء الله هنبدا بتشريح القوائم الخلفيه في الخيل.